بس اتاكد سامعيني ولا سامعين التيك توك؟ اوكي. طيب بس اليوم محاضرتنا اكيد راح نعمل لكم اياها ريكورد، لكن يمكن من السايد افكتات الريكورد انه الحضور دائما قليل. anyway هاي المحاضرة يمكن عكيف أول مرة أعطيها لكم، عكي كان يعطيها دكتور تاني، بس anyway فراح نحكي على poisoning in children. أوكي يمكن تكون طويلة شوي، فداخل طبعا الوقت خلص معنا راح نرد نمددها كمان مرة. البويزنينج تشيلدرن اراوند 85 تو 90% اوف بيدياتريك بويزنينج تحصل طبعا في اوكيز ان تشيلدرن ليس فا ايج اوف 5 ييرز. موست اوف ذا تايم ات از اكسيدنتال، عادة سنجل ايجنت سنجل دراج، واحيانا تكون ابنورمال بيهيفير بعض الاحيان، واحيانا نوت نيسيسري. اوكي ريرلي تكون ريليتد للتشايلد ابيوز. اراوند 10 تو 15% تحصل في الاولدر تشيلدرن ادولسنت، وهي عاده مور كومن في الفيميل، مور انتشنال، ويجولي فيها عامل اليمنت اوف سوسايد، ويجولي مور ذان وان ايجنت مور ذان وان دراج سم تايمز انفولد. يمكن مور كومن طبعا تحصل في اور كانتري، يمكن كود بي مور كومن في ويست كانتري. وات ار ذا هاير risk for children. As I mentioned before, the age is usually between 1 and 4 years of age. More common in male, بعكس الادولسنت more common in female. Usually hyperactive child. Usually there is children, young children increase finger mouth activity, اللي هو بايكا. أحيانا البايكا مقصود فيها إنه they're eating everything. What is related, well, eating everything, generally لما تحكي بايكا, related to iron deficiency anemia. في ستريس إليمنت إنه ممكن نيو بيبي أرايفد نيو بورن ولد أخوه ولد صغير، أو أحيانا ذير إز بيرنتال أنكزيتي داي فورس ديسابيليتي أو ون أوف ذيم داي فأيذر ماذر أور فاذر، هاي هاي ريسك فور ساتش إيفنتس. فإحنا أز بيدياتريشن رول نحاول قدر الإمكان تو بريفنشن إن ذا فيوتشر أند موديفاي ذا ريسك فاكتور. أوكي إذا في يعني بريديسبوزينج فاكتور نحاول سيفتي تشايلد في الان. طبعا ريسنتلي الكابس بتاعت الدراجز اوكي سيف لديفرنت ايزي تو اوبن اوكي، ونحاول education for the parent to avoid such events in the future. المود فيكس طبعا exposure to such poisoning most of that could be by ingestion oral ingestion sometimes inhalation احيانا مثل pesticides أو البويزنينج أو أورغانوفوسفيت نتيجة ممكن تكون نتيجة سكين إكسبوجر، ريرلي تكون نتيجة الأوكيلر نتيجة طريق العين إذا إكسبوز تو ذا آي، أو أن إنسكت بايت أو أن أنت سنيك سوري سنيك بايت أو إنسكت بايت إنفينيميشن، أو فيري ريرلي نتيجة ترانسبلسنتال ثرو ذا ماذر. من الكومن ايجنتس اللي كيف يمكن في احنا في عندنا فيو ستدي في الاردن اوكي اللي طبعا كليننج برودكتس وانالجيزيك هذول او الكوزموتيك والبلانتس والكف اند كولد بريبريشنز. في كثير من الدول الكولد والكف بريبريشنز تكون على الكاونتر they can take it anytime. الكليننج برودكتس انالجيزيك the most common cause of death بس the most common يمكن في ستاديز very high number في Europe إنه the most common ingested cosmetic and prevalent طبعا لكن the most cause of death أو morbidity related to cleaning products analgesic less common but serious effect اللي هي iron okay poisoning well antidepressant insecticide or pesticide والهيدروكربون مثل طبعا موجود عندنا الكيروسين بالاردن كوايت كومن خاصه في الوينتر. ريل لما نحكي طبعا هذا كله اكيوت بويزنينج، ممكن بعض الاحيان تلقى في الليترشر الكرونيك بويزنينج اللي هي انفايرمنتال اكسبوجر تو ليد او ات از اور هابي ميتالز اوكي فيري رير. الاسيتومينوفين اللي هو المقصود فيه طبعا الباراسيتامول very rare انه تاخذ very high doses ممكن يصير عندك chronic poisoning
او اللي بياخده زمان فيهم طبعا الان nowadays طبعا يمكن في الادلت ياخذوا الساليسيليت as prophylactic drug خاصة ال small doses ممكن تؤدي إلى chronic poisoning، لكن إحنا بالنسبة لنا راح نركز mainly على ال acute poisoning. بليز إذا أي إشي مش فاهمينه أنا ما عندي مانع I stop and explain it more. So what our general approach if you have any child presented with acute poisoning دائما اي emergency انا حكيتها before الA B C D اولا نتاكد اذا جانا quick نطلع الايرواي بيتنس ما في any thing in the airway مثل foreign body or something you have to key to take it out okay تتاكد بالنسبه للبري he's breathing بعد something انه there is movement of the chest or طبعا and you should sure in الاكسجين you have to give oxygen with saturation usually within normal usually more than 92% okay لما تيجي طبعا سي السيركيليشن تتاكد البلس في بلس بلد بريشر ما يكونش عنده هايبوتنشن والكونتينوس كارديو ريسبيراتوري مونيتور at the same time you have to ensure انه في access to tidal fluid or for lower blood pressure watch for cardiac arrhythmia be sure again احيانا if the patient is shocked وما في IV access difficult to insert the cannula try to use intraosseous I mentioned before this will emergency ال D okay اللي هي طبعا drug او disability طبعا disability حسب okay اذا بدك تستعمل الدراجز في درج تعطيه او disability نتاكد المهم the neurological status of the patient okay هل what unconscious ولا هو conscious او اذا في antidote تعطيها immediately او في decontamination the neurological status frequently assist it is most common cause to admit to the intensive care unit عاده in general هذول 3-4% او معظم okay يعني significantly disabled need to admit to the intensive care unit most of the cases of the acute intoxication usually admit to intensive care unit okay And then especially the most of the patient في الاي لما يصلوا بعد ما نحط لهم كانيولا وتتاكد من الاي بي سي اوكي تتاكد انه ما يكون عندهم هايبو جلايسيميا والاطفال I mentioned before هايبو جلايسيميا usually less than 40 ملغرام بير ديسيليتر اوكي او 2.2 مليمول فاحيانا but this very serious and you should give a glucose immediately عاده نعطي 4 مل بير كي جي مش مهم بالنسبه تاعنا خليني احكي يعني احكي لكم يمكن اخر جروب بالاساس يمكن سالتهم 20 ستودنت 20 طالب سالتهم لو جاكوا طفل عمره 3 سنوات انكونشس انفورشنتلي حقيقه انه ولا واحد قلت له اجاك انكونشس كان كويس بهيستري ما في اي هيستري اوف ديزيز كذا بس انه يحكي لي طالب منه يقول الدراج اوفر دوز ما حفكر فيها ابدا So please, دائما keep in mind very important history. إنه خاصة إذا كان healthy ما في إشي. إنه الولد يقول لك ما لا عنده أي disease كان يلعب في البيت وفجأة وجدوا unconscious. فthe first thing to think about it is drug overdose. طيب الآن رمى نحكي بس نأخذ history طبعا quick history كيف أخذها orally أو إذا كان طبعا إيش مهم جدا نشوف details of events. Okay. أخذها أورالي أو إكسبوز في طبعا sometime نتيجة skin إذا كان بستيسايد أو organophosphate poisoning the clinical effect with it is time مهم جدا يا ترى أي ساعة تعرض لها أوكي أحيانا إذا كانت drug أوكي قديش أخذ نسأل الفاميلي جيبوا العلبة إلنا مين مريض في البيت قديش أخذ وقديش بقي منها هاي ديتيلز مهم جدا تعطيني ايديا اوكي والأهل أحيانا very very important to remind you إنه الأهل دائما most of the time they ignore لا يا دكتور ما أخذ ولا شيء ولا في عنا هوا وبعد فترة وبعد ما تريد تعرفين نكتشف إنه المريض أخذ دواء كثير مهم جدا لا يا دكتور ما أخذ ولا في حدا لكن بالنتيجة أوكي لما تأخذ شوف الهيستوري والإكزامينيشن أحيانا ما تلقى يعني they don't fit with any disease فدائما behavior أوكي
ال behavior of the history طبعا examination ال history وال finding في المريض إنه does not fit any disease most of the time it is drug overdose. فدائما لازم يكون عندك high index of suspicion. فالهيستوري طبعا acute onset الايج مهم جدا, الهيستوري اوف باي كتاخذها, الفاميلي ستريس كيف الوضع في البيت, وين ما موجود الولد, عند امه احيانا يقول يمكن يكون دايفورس موجود مع امه لحاله او عند ابوه او عند سته جده اوكي يعني اذر ما يكونش لا امه ولا ابوه عندهم اوكي. اذا وجدت مالتيبل اورجان انفولفمنت اوكي جي اي او رينال change في level of consciousness هاي الـ OC a significant alteration in level of consciousness puzzling clinical picture يعني البيكتشر احيانا as I mentioned does not fit any disease you have to think about a drug toxicity. لما بعد ما ناخذ الهيستوري تيجي على الاكزامينيشن مهم جدا ناخذ الويت من المريض لانه كثير من الدراجز راح نحسب لها اذا كان ماخذ باراسيتامول او ايرون او هذا دراج بنعمل التوكسيك دوز اوكي هسه راح نجي عندها الفيتال ساين البلس ريسبيرتي ريت يعني كثير شغلات في دراجز تسبب تاكيكارديا دراجز براديكارديا اوكي دراجز تعمل هايبرثيرميا هايبوثيرميا ف تشيك اودرز اولسو فور ذا بريث سكين هير حتى السميل احيانا تعطيك ايديا وات سورت اوف ذا دراج. فثيرك is very important to do thorough examination for any abnormal finding. فالكلينيكال كلوز تو ذا دياجنوستيك اوف نون بويزنينج هسه راح نحكي عنهم بالديتيلز اللي هم فيتال ساين نيورو ماسكولار ايز سكيم ميوكس ميمبرين اودر او جاسترو انتستاينال سيمبتوم. على سبيل المثال بس ريت يعني ترى كيف يساعدنا شو الدراجز اللي بتسبب راديكارديا اوكي ديجيتاليس بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر اوبييتس سيديتيف هايبنوتكس اوكي سواء باربيتوريت كلونيدين اوكي هاي بتسبب كلها براديكارديا. ايش بيسبب تاكيكارديا انتي كولينرجيك دراجز اتروبين او بيتا اغونيست سيمبثوماتيك دراجز ادرينالين نور ادرينالين على سبيل المثال اوكي other في كثير من الدراج كولد الدراجز اللي تستعمل فور الكفس والريسبيراتوري انفكشن كونتين سيمبثوماتيك دراجز امفيتامين الكحول اسبرين ثيوفيلين كوكايين ترايسايكليك انتي ديبرسنت كلها بتسبب تاكي كارديا. لا تنسى ذا سيم تايم يعني ممكن انا بحكي عن دراجز بس يمكن تاكي كارديا تسبب يعني شوك ادي ساين اوف تاكي كارديا مثلا ادي ساين اوف شوك تاكي كارديا أرثمية شايف كل هاي البلس إذا وجدت عنده واحد أرثمية أنتي كولينيرجيك ترايسايكليك أنتي ديبرسنت أورجان فوسفيد ديجوكسين فينوثيازين أوكي بيتا بلوكرز كاربون مونوكسيد وهاي السينود بسبب أرثمية. نطلع ريسبيريشن هاي إحنا كنا عندنا البلس أوكي براديكال تاكيكارديا نجي على ريسبيريشن إذا كان ديبرست ريسبيريشن أوكي برادينية أوكي نسميها الكحول الأوبيات المورفين أو باربيتشيريت سيديتيفز أو تريسايكليك أنتي ديبرسنت باراتيك شيل فيش بويزنينج هاي بسبب ديبرست ليفل اوف كونشسنس اوكي ولور سبارتوريت تاكيبنيا ساليسيليت يمكن الساليسيليت نواديز قليل ما نستعملها لكن يمكن زمان كانت كومن اوكي امفيتامين الكربون مونوكسيد بسبب تاكيبنيا اورجان فوسفيت بسبب تاكيبنيا. طلع على الباترن اوف بريثينج احنا الكوزما البريثينج كاركترستيك لمين المرضى اللي عندهم diabetic ketoacidosis لكن هون كمان بسبب بوينزك مثل ميثانول إيثانيل جلايكول ساليسيليت يمكن واحد يقول الكحول لكن هاي لما تروح بكره على الـ على الـ على الويست كانتري على اليوروب ويست كانتري كل ادولسنس اوكي sometimes they come with alcohol overdose الكوزما البريثينج مهم جدا. What are wheezing يمكن تسمع ويز الاورجان فوسفيت عندنا في الاوردن ليتل بيت يعني نطن انكومن موجود شوف مرضى أورغانوفوسفيت والأورغانوفوسفيت يؤدي للنيمونيا خاصة الكيروسين خاصة في الوينتر nowadays we have seen many cases of hydrocarbonizing يمكن راح تشوفوها nowadays اللي راح يداوم في مستشفيات رحمة أو المفرق راح تلاقوا حالات الهيدروكربون والكيروسين انجسن والمري إديمة اللي بيسبب مثل الأسبريشن ساليسيليت أوفردوز الأوبيات المورفين أو سيمبثوميميتيك دراج. بلد بريشر أوكي لازلنا بالفيتال لازلنا سوري
حد بيسأل؟ ممكن سؤال بس على الاستاد الجبل. تفضل. شو قصدنا بالأورغانوفوسفيتس؟ الأورغانوفوسفيت الأدوية اللي بيستعملوها لرش شو اسمه النباتات، أوكي؟ النباتات اللي شو اسمه أحيانا العنب كذا، إذا للحشرات والمبيدات، كويس؟ سمعت فيها؟ والأشجار يعني، أوكي، هاي تمام. هاي الأورغانوفوسفيت راح نحكي عنها كمان، أوكي؟ ماشي؟ أوكي. إذا حد مش فاهم، تمام. أوكي، ذاتس فاين. نجي على البلد بريشر، لازم يا ترى شو دراجز سبب هايبرتن اذا وجدنا عنده بلد بريشر هاي. اجين سيمباثومايميتيك دراج سبيشال فينيل بروبو انالو امين ان اوفر ذا كاونتر كولد. قلت هاي السيمباثومايميتيك كثير في الغرب، الادويه للقحه والرشحه كثير تروح على شو اسمه على الصيدليه تقول اعطيني ابني مرشح حطه، فهاي كونتين سيمباثومايميتيك ترفع البلد بريشر، فاذا الطفل شرب اكثر مما يجب عاكي يسبب له هايبرتنشن. Again, organophosphate كمان يسمع لها hypertension. Amphetamine, phenylcyclidine, okay, كمان يسبب. Cocaine. بعكس الهاي بلد بريشر في ممكن دراج يسبب لو بلد بريشر، مثل ايش؟ انتي هايبرتنسيف دراج. اذا واحد مثلا عنده امه جاء طبعا حاط ابوه عنده هايبرتنسيف وراح اخذ العلبه شرب له حبتين ثلاث اربع 10 حبات، اوكي. لذلك مهم جدا دائما نسال، احنا دائما لما يجيبوا اي طفل نسال مين مريض في الكوم؟ مين ياخذ ادويه؟ احيانا بيكونوا الاهل، لكن بعد فتره تكتشف انه ما اخذ دواء جدته او دواء ابوه او اتسترا. الباربيتوريت هايبوتنشن، البنزوديازين، اوكي شو اسمه الفاليوم، اوكي البنزوديازين الفاليوم، بيتا بلوكر، كالسيوم شين بلوكر، كلونيدين انتي هايبوتنسيف، وتراي سايكليك، هذول بيسببوا كلهم لور هايبوتنشن اذا اخذ اوفر دوز من هاي طبعا من هي ذيس دراجز. نجاز على كين فايتال ساين، يا ترى وجدنا عنده لو هايبوثيرميا، شو الدراجز السيديتيفز والهيبنوتكس اللي هي باربيتوريت اتسترا، ايثانول، كربون مونوكسايد، كربون مونوكسايد طبعا بويزنج بالشتاء يصير، كلونيدين اللي انتي هايبرتنسيف، فينوثيازين، اوكي كلهم تراي سايكليك انتي بريسنت، كلها كمان بتسبب اوكي هايبوثيرميا. لكن بعكس الهايبوثيرميا في كمان دراجز تسبب هايبرثيرميا اللي هي انتي كولينرجيك دراجز مثل لاتروبين اتسترا، ساليسيليت، اوكي فينوثيازين، كوكايين، ترايسايكليك انتي ديبريسنت، امفيتامين، والثيوفيلين. طبعا في يعني تريل، لكن احنا مثلا ثيوفيلين اتش كويت كومن يجيك دراجز، اوكي ساليسيليت قليل ما بنشوفها، الانتي كولينرجيك موجوده، ترايسايكليك انتي ديبريسنت، كل مرضى هذول السايكاتريك بيشنت في عندي عندهم ترايسايكليك انتي ديبريسنت، يجيك الطفل طبعا ياخذ دواء جرابتو سيدو جيتو اذا كان مريض او يتاكد انه في عندكم مرضى يا جماعه بتابع عنده سايكاتريك بروبلم، بعدين تكتشف اول شيء بينكروا الاهل ليتر اون. طبعا ممكن يجيك سيجر، شو السيجر؟ في a lot of drugs تسبب سيجر اللي هي كربون مونوكسايد، كوكايين، امفيتامين، سيمباثومايميتيك، انتيكولينرجيك، اسبرين، اورغانوفوسفيت، ليد ليثيوم، الفينوثيازين، والثيوفيلين، وترايسايكليك انتي ديبرسنت، فمجموعه كبيره من سوينا. طبعا احنا عم نحكي بشكل عكي يعني كل كوما انتيكولينرجيك، الفينوثيازين، سيمباثومايميتيك، الكحول، ماريجوانا، وكوكايين، والهيروين، والهيفي ميتلز، اوكي كلهم هذول بيسببوا كوما. احيانا ما يجيك ويكنس باراليسيس، الاورغانوفوسفيت كان كوز اللي حكينا قبل شوي عنها، اللي هم بيرشوا احيانا بيرش العنب، احيانا بيرش عنده شجرات، ابوه عنده بياره وراح رشها، اوكي. هيفي ميتلز غير مثل عكيف، يمكن الهيفي ميتلز مثل الليد، و احيانا مثل بيستعملوا شو اسمه يعني كوايت يعني هيفي ميتلز فيري رير، يجي نشوف حالات لكن كان كوز. البوتوليزم اوكي بارالتيك شيلفيلد بويزنينج قليل ما بنشوفها يمكن اسمك لكن يو شود نو. الميركوري من الهيفي ميتلز، ميركوري وليد بوزنينج اللي ممكن يسبب ويكنس وباراليسيس. الاتاكسيا، الكحول، باربيتوريت يعني معظم اللي بيسبب طبعا سي ان اس بروبلم ممكن تؤدي الى تاكسيا مثل الكحول، باربيتوريت، بويزنينج، هيفي ميتلز، سيديتيف، هيبنوتكس. اجيت طبعا انت لما تفحص المريض وجدت عنده مايوسيس عارفين يعني مايوسيس كونستريكشن، اوكي شو الدراجز اللي بتسببها؟ الاو بي اس، المورفين والفنتانيل، فينوثيازينز، اورغانوفوسفيت، بنزوديازين طبعا فاليوم، الباربيتوريت اوكي والمشروم، هذول بيسببوا اوكي كونستريكشن في البيوبل. بعكس الكونستريكشن شو دراجز اذا وجدت عنده دايلاتيشن في يوفل معناته ما اي رول اوت تاع الدراجز اللي حكيناهم قبل شوي.
فالانتيكولينرجيك دراج اوكي انتي هيستامينز اللي موجوده كثير انتي هيستامين يستعملوها في الكف از ريميدي او مثلا سيمبثوماتيك كوكايين امفيتامين فينيل سايكليدين وترايسايكليك انديبرسنت ميثانول اكثر شيء بنشوفه طبعا يعني احنا دايريتيشن في الاتروبين احنا كثير دراجز بنستعملها از ميديكيشن لكن مثل ما حكينا في كثير الانتي هيستامين تستعمل بتروح على الصيدليه والله اعطيني دواء للقحه بيعطي او دواء للرشحه بيعطي الانتي هيستامين فبي كيرف هذول اكثر شيء بنشوفهم بلايندنس الميثانول اللي بالكبار طبعا اذا اخذ هاي دوز ممكن يسبب بلايندنس نستاغماس دايفينهيدرامين او باربيتوريت كاربامازبين اكيف الاذر دراج كاربامينوسايد ايثانول جلوتاثامايد اوكي السينوسيس ممكن يجيك سينوسيس بري رين مثل هيموجلوبين سيكندري نايتريت او نايترايتس او فين اسيتين او بنزو كين لكن اكثر شيء مثل هيموجلوبينيميا تحصل في النايترايت او النايتريت ريد فلاش مثل الكربون مونوكسيد which هو احمر اوكي سيانايد بوريك اسيد انتيكولينرجيك او انتي هيستامين لاحظ الانتي هيستامين لا زالت ريد فلاش زيادة السويتنج مثل الامفيتامين اورجانوفوسفيت كوكايين باربيتريت دراي سب سكين الانتيكولينرجيك ميوكس مبرين ممكن يدراي مثل الانتيكولينرجيك سلايفيشن يزيد في الاورجانوفوسفيت الاورال ليجن اللي كوروسيف ايجنت يمكن تلقى ألسر في الموت بتاعته نتيجه كوروسيف ايجنت هسه راح نحكي عنهم نزيد اللاكريميشن لاكريميشن مثل الكوستيك والاورجانوفوسفيت والريتنت جازز قبل شوي حكيت عن الاودر يا ترى اذا واجاني سميل البيتر المود عاكل عاكل مثل السينايد بيعطينا يعني الاودر سميل الاسيتون سميل نشوفه بالايزبر بالكحول ايزوبروبيل الكحول او اسيتون او ميثانول او ساليسيت هذول بيعطونا اس سميل اويل اوف فنتريجري مثل ساليسيليت جارليك سميل الارسينيك والفوسفورس والثاليوم والاورجانوفوسفيت بيعطينا جارليك سميل الكحول سميل ايثانول ميثانول والكيروسين بيعطينا الغاز يعني احيانا كثير اللي بيشربوا الغاز كيروسين غاز اسمه كاس لان كيروسين راح تشم راحته مباشرة. الجي اي فوميتنج طبعا كثير الدراج بتسبب لنا عكي راح نمشي عنها مثل ايرون فوسفورس ستره ما راح نركز عليها لانها كومن. فاحنا راح نحكي عن توكسيدرومز اوف كومن بيدياتريك بويزنينج اللي بنشوفها يمكن قبل شوي حكيت كل انتيكولينرجيك اللي هي مثل طبعا الكولينرجيك اتروبين سكوبالامين ترايسايكليك انديبرسنت انتي هيستامين ومشروز هاي كلها تحكي عن انتيكولينرجيك شو ان جنرال وات ار ذا اكثر ساين سيمتوم عندهم ممكن يجيكم فيفر فلاست وورم دراي سكن اوكي دراي ميوكس ممبرين دراي ماوث مدرياسيس يعني البيوبل دايليتيشن تاكي كارديا واريثميا اجيتيتنج هالوسينيشن كوما هذولا عم نحكي على الانتيكولينرجيك اللي منها قدم الاتروبين سكوبالامين ترايسايكليك انديبرسنت انتي هيستامين هذا كلهم هذولا تجدهم الشو توكسيدرومز او ساين سيمتوم اوف كولينرجيك اللي حكينا قبل شوي الاورجانوفوسفيت حقيقه يمكن الاورجانوفوسفيت نشوفها كثير كومن عكيف اللي يجونا من البياره او وبعض احيان الكبار حتى في الكبار هذول اللي بيحطوا كان على ظهرهم اسطوانة او خلينا نقول ماكينه الرش بيحملوها على ظهرهم واحيانا يكون ليكج منها على ظهر على السكن من دون ما بيعرف فيصير ابسوربش من السكن وهي الاورجانوفوسفيت الطفل بعض الاحيان كيف هاو هي جيت اورجانوفوسفيت بويزنينج بيروح على خضار او فواكه مرشوش ياكل منه مرتين ثلاثه اربع كميه كبيره فبيجينا بساين اند سيمتوم اوف اورجانوفوسفيت بويزنينج بينما الكبير هذا اللي كان يرش بيجينا كمان ساين سيمتوم اوف اورجانوفوسفيت بويزنينج ما بدري لذلك مهم جدا اوكي شو اللي بيجي بيجينا ا لوت اوف سلايفيشن عندنا لاكريميشن ا لوت اوف سويتنج و a lot of secretion bronchorrhea يعني saliva secretion a lot of secretion منها وطبعا يمكن يراجع عنده اسهال سوري يمكن يعني ضل 10 دقائق راح نفتح كمان مره نكمل فعندنا ميوسيس لاحظ بعكس الانتيهيستامين وعكس سايكليك انتيديبرسنت البيوبل كونستريكتد هون بيعطوا عنا براديكارديا لاحظ عنا برونكوسباز
a lot of secretion. فلما أي واحد بيجيك طبعا constricted pupil, a lot of secretion, bradycardia, wheezes, confusion, fasciculation, coma. This is organophosphate poisoning. واضح هذا طبعا treatment تاعها رح نجي كلها later on. الدوكسيدروم of common pediatric poisoning طبعا sedation وsedative والhypnotics طبعا مثل البنزودازبين او البربيتشريت يجينا بهايبوثيرميا hypoventilation, hypotension, tachycardia, ويجينا بكوما. الترايسيكليك اند ديبرسنت حقيقة quite common في الأردن. كثير أطول الأطفال بياخذوا الأدوية من طبعا اللي عن سيدو اللي عنده psychiatric problem يجينا بكوما, convulsion, arrhythmia, حتى أحيانا chest manifestation وبيجونا بشوك like state, anticholinergic manifestation كمان. فالفينوثيازين على كيف هايبوتنشن, تاكيكارديا, ديستونيا, سندو, هذول احيانا الفينوثيازين بيدخل في الادويه اللي انتي ايميتيك اوكي, وبيجونا يعني بديستونيا سندروم, اوكولوجاريك كرايسيس, تريسمس, اتاكسيا, كوما, انتيكولوجيك مانيفستيشن. السلسيت بويزنج از اي منشند بيفور it is quite يعني rare nowadays بشوفها لانه الاطفال بطلنا نستعملها, لكن ظل الكبار بيستعملوها as prophylactic. يمكن ياخذ البيبي اسبرين اللي هي 100 ميجرام اذا صدف انه البيبي الطفل اوكي الطفل اخذ higher dose yes ممكن يجينا fever, hypercapnia, initially يكون rapid breathing ويكون اذا if you catch him earlier يكون عنده respiratory alkalosis, later on will develop metabolic alkalosis and طبعا tachypnea, vomiting, tinnitus, acidosis, as I mentioned, initially metabolic acidosis, حتى يصير عندهم electrolyte disturbance, hypokalemia, hyperkalemia, they will develop seizure, lethargy, and later on coma. الايرون اذا طبعا كثير من الاهل نعطيهم الايرون, which is very common drug to prescribe سواء للأدلت أو للchildren. Overdose ممكن طبعا there are several stages for iron poisoning initially okay vomiting diarrhea blood okay pass طبعا bleeding from GI and later on will lead to the shock and well into the renal multi organ failure they will have hyperglycemia shock and hemorrhagic diarrhea. السيمبثوم ميميتيك اللي هي امفيتامين في عكي في قليل ما بنشوف anyway عكي تاكيكارديا اريثميا سايكوسيس نوزيا فوميتينج عكي يعني قليل ما بنشوفها. وات ار ذا لابوراتوريز لما يجيك اي مريض عكي وات ار ذا دراج هي دوز طبعا اكيد بدك تعمل له لابوراتوري افتر هيستوري كويك هيستوري اي بي سي بعدين هيستوري اكزامينيشن ستابلايزرز كونديشن بدك تعمل له لابوراتوري انفستيجيشن يعني معظم التوكسيكولوجيز سكرينينج قليل ما بيساعدنا لكن ممكن اكثر شيء نعمله اللي هو اليورين والجاستريك اسبريت بيفيدونا اذا في اي شيء نعملهم كوانتيتيف اسسمنت طبعا الليفل اوف دراج اذا انت سسبكتد طبعا بعد الـ طبعا ارتيريال بلاد جازز تساعدنا احيانا ريسبيراتوري سيستم بلاد جلوكوز ليفل مهم جدا قلنا دائما تعمل بلاد جلوكوز اي واحد جاي انكونشس او اوفر اذا الديتيريشن ليفل اوف كونشس لازم تاكد انه السكر از نورمال ناخذ طبعا ليفر كيدنيز فانكشن سيرم الكترولايز مشان نشوف الانايون جاب بيساعدنا بعض احيانا وات صوت اذا هاير انايون جاب ولور انايون او نورمال اوكي complete blood count DIC نتأكد انه ما عنده manifestation of hematological manifestation or increase في الـ INR. اذا كان في عندك decrease في الهيموغلوبين او طبعا شو اسمه decrease hemoglobin saturation with normal or increase BO2 هاي ماشي مع methemoglobinemia okay. دائما الهيموغلوبين low saturation لكن BO2 very high نتيجة نيترات أو نيترايتس أو بنزودازين. Elevated anion gap with metabolic acidosis يعطينا في certain drug overdose مثل ميثانول, إيثانول, isopropyl alcohol, ethanol glycol, salicylate, isoniazide, baraldehyde, acetylene, iron, fenformin, CO poisoning, cyanide. هاي كلهم يعطونا high metabolic. أنت عارفين الأنايون جاب دائما normal يعني نعتبرها up to 12. لكن إذا كانت أكثر من هيك you have to think about these drugs اللي حكناهم. Elevated asmolar gap ما فيش طبعا اللي هي إيثانول, ميثانول, isopropyl alcohol, إيثانيل غليكول هاي بتزيد الاسمولاريتي.
طبعا شو بعد ذاك الوجت في الانفستيجيشن عنده البلد شوجر هاي جوز والسلسلات اي انازينايد اورجانوفوسفيت والايرون هذول بيعطينا هاي بلد شوجر هايبوغلايسيميا انسولين ايثانول ايزوبروبين الكحول ايزونازايد اللي يستعمل طبعا في التي بي فينفورمين اوكي اسيتو امينوفين اللي هو باراسيتامول او سلسيت اورال هايبوغلايسيميك ايجنت هذول بيعطونا كلهم هايبوغلايسيميا هايبوكالسيميا نشوفها بالايثانيل جلايكول والميثانول اوكساليك اسيد كريستالايز يوريا بريريا طبعا ايثيلينين جلايكول الكيتون يوريا بالايزوبروبيل الكحول وايثانول وساليسيليت مثل ما حكيت هذول بريريا الا بنشوف الادرسنت يعني اذا كان عندك جود طبعا تفكر وعندك يعني هذول اللي ممكن تعملهم ليفل ما تجيهم مش كل المستشفيات قليل ما نستعمل طبعا الا اذا فكرنا ممكن في دراجز موجوده عندنا ممكن اذا ثيوفيلين سلسليت هيفي ميتلز ديجوكسين ليفل نقدر نعمله انتي كونفلسنت في نقدر نعمل بعض الانتي كونفلسنت لكن مش كله موست اوف ذم الاستاتين استاماينوفين اللي هو بارستامول يس وي هاف تو دو ليفل ايرون ليفل يو شود دو ات اوكي فهذول بعض القائمه تعطيك فكره شو الدراج اللي نقدر نعملها الليفل ذا بلاد او سيرم ليفل بعض الأحيان بعض طبعا خير اللابراتوري ممكن نعمل اكس راي اوكي طبعا اذا المريض بعض الأحيان اذا اخذ اوفر دوز بيكون ليفر كونشنسس هي فول داون بعضها ممكن يكون عنده فراكشر في الصل ممكن تعمل هيد سي تي سكان اوكي وبعض الأحيان اذا فكرت انه دراج المريض عنده تشايلد ابيوز ذا موست امبورتنت تو هاف تعمل له سكيليتال سيرفي لكل البون اللي عنده اف بيشنت هافينج سبايد ستريس طبعا تعمل تشست اكس راي في من ال في راديو اوبيك سبستانس يعني من اللي حكيناهم يعطينا راديو اوبيك كومن سبستانس ذات ار راديو اوبيك اختصروها في تشيبس اللي هي كلورال هيدريت هيفي ميتالز ايودين فينوثايازين انتريكودد اند اكستندد ريليز ميديكيشن وسول تابلتس والايرون كمان هذول اوكي اذا تعمل احيانا في دول اكس راي بيظهروا في الاكس راي اوكي روتين كمان سندات راديو بيك حكيناها كمان ضفناها الايرون والسيريال فيلم بعض الحين اذا كان ماتيريال نستعملها السيريال فيلم باريوم ميل ثلو ثرو نضلها راديو اوبيك اوكي طبعا بالاضافه نعمل اي سي جي نتاكد انه ما عندهم اريثميا اوكي مثل ما حكينا قبل الاريثميا بيتا بلوكر ديجوكسين تراكسايكليك انتيديبرسنت ممكن تؤدي لاريثميا بالاطفال بشكل عام التريتمنت وات ايفر ذا كوز تبدا بالار اي بي سي حكيناهم والسيركيليشن وي منشند وان يو هاف تو اسيست ذا نيوريكال ستاسيس عكيف بالاضافه للان سبيسيفيك انتيدوت اللي قلنا ايميديتلي بيت سايد اوف تيست يعني اي يجيك مريض وعنده انكونشس عكيف بعد ما تعمل الاي بي سي دي عكيف تعمل بلد شوجر لازم تعمل له اياه في الطوارئ الجلوكو تشيك وتتاكد انه ما عنده هايبوغلايسيميا لانه هايبوغلايسيميا سبب برين دامج انتم عارفين طيب بعد ما عملنا الاي بي سي والتعال كيف ودي بدنا نعمل الان دي افرض اجاك مريض وات ايفر ذا دراج هاي دوز شو بدنا نعمل له بدنا نحاول نقلل ابسوربشن تاعه فعندنا نبدا بالجي اي دي كونتامينيشن هسه راح نحكي جراجوال بالجي اي دي كونتامينيشن بعدين ممكن نعطي انتيدوت وبعدين انهانس اكسكريشن واضح يعني وات ايفر ذا دراج فلما نجي على الجي اي دي كونتينيشن وي ستارت باي سمبل ديلوشن يمكن طبعا نعطيه فلويد ووتر اور ميلك احيانا التوكسين طبعا التوكسين برودوس لوكال اريتيشن نوت فور طبعا يمكن ما يساعدناش كثير لانه بعضهم يحكي يمكن اذا اعطيت فلويد ممكن انكريز الابسوربشن لكن في بعضهم يساعد اذا اعطيت طبعا سمبل ديلوشن فلويد او ميلك بس راح يعني. بعد السمبل ديفيوشن نحاول قدر الامكان هل شو وات اباوت جاستريك امبتينج اوكي طيب يقول لك هل نعمل كيف نفضل ما دراج ما هو حسب متى اجاني المريض طبعا ات از موست افكتيف فور ذا فيرست اور قبل كانه دائما نستعمل في شيء ايبيكاج اوكي ف نحاول زمان كان طبعا if you get the patient early that's good بعض الحين كنا نستعمل مشان images يراجع الإبيكاج بس الآن it is إبيكاج in general safe but يعني the value of it كثير صار عليه question mark وفي له contraindication anyway
قدر الامكان طبعا ايبيكايك as I mentioned it is a question mark okay وفي ممكن بعضها ايبيكايك delay the administration of charcoal. Charcoal very good drug okay drug انه يصير absorbent absorb the toxic substance. ف anyway بس sometimes we can be used but nowadays there is a question mark هل هو helpful ولا not helpful okay. فبس you have to remember انه في contraindication للuse of EBCAC خاصة في مثلا كيروسين انجكشن اوكي الهيدروكربون اوكي كوستيك ايجنتس هذول اللي بنستعملهم تنظيف الحمامات اوكي والمطابخ امبيرد ليفل اوف كونشسنس او رابيد كوما اذا كان مريض اللي عادة اندوس باي تراي سايكليك انديفيرت contraindication تستعمل EBCAC. ف اوكي يا استرا هل نستعمل المريض وات اذر ميثودز مشان الجي اي دي كومبتينيشن واحد يقول لك نستعمل جاستريك لافاج يس بعض الاحيان في ماتيريال اذا انت اف يو كاتش المريض كويكلي ممكن تعمل جاستريك لافاج باي يوزنج نورمال سالاين او اكا هاف نورمال سالاين اف يو كاتش ويذين 20 طبعا اف يو كاتش ذا بيشنت ايرلي وتستعمل في هالحاله لازم تعطيه لارج بور جاستريك هوس اوكي يعني مشان تسحب الماتيريال وتتاكد ان المريض مش اوكي fully conscious ما في contraindication وتحطه في lift Trendelenburg position okay to reduce the risk of aspiration as I mentioned saline or half normal saline most successful اللي ممكن نستفيد منها في حالات الايس aspirin والايرون والانتيكونيرجيك okay ف as I mentioned كيف and for those for me طبعا for me concretion iron salicylate will imipramate okay لان يعني مثلا الاسبرين والايرون الانتيكولينرجيك هذول ممكن يستفيدوا منها لانه في ديلي جاستريك امبتينج طبعا في كونترا انديكيشن الجاستريك لافاج اللي هي كوروسيف ايجنتس مثل ما حكينا المواد تعقيم تنظيف الحمامات والمطابخ والكونترافيرسيبل هيدروكربونز اوكي او المريض عنده كوما طيب وات اذر ماتيريال كمان نعمل جي اي دي كومنتيشن بعد ما اللي حكيناهم السمبل والجاستريك امبتينج كاكتيف activated charcoal. This is outkeep minimize the absorption of drugs or absorb the drugs into its surface. So very good drug, most effective in the first few hours. Okay. But not good iron poisoning or lithium. في contraindication للcharcoal اللي هي corrosive agent. Okay. Charcoal interferes with GI endoscopy. One protected airway will hydrocarbons can increase the risk of aspiration contraindication للcharcoal طبعا بعد ما هذول الثلاثه حق السمل ديليوشن جاستريك امبتينج انرجي الى كاثارتكس اللي هو طبعا انهانس كريشن او ريديوس ابسوربشن او ديكريس جي اي ترانزيت تايم اللي كومن مغنيسيوم سلفيت نستعمل او سوربيتول اوكي زي الديورتكس لكن في يو هاف تو كونسيدر انه افويد مغنيسيوم سلفيت في اللي عندهم رينال فيلير ف nowadays في عنا whole bowel irrigation ف new technique اللي بيستعملوا polyethylene glycol balanced electrolyte solution هذا not absorbed في الجي اي و no osmotic diuresis very good most helpful طبعا في الايرون اوفر دوز فحتى احيانا نعطيه ونعطيه مع charcoal وظلوا تاكد انه المريض لما يعني طلع الكاركول شو اوكي يعني it is a solution اوكي نعطي large amount اوكي تو نتاكد انها خرجت فالان راح نجي بعد الدي اي انتي دوت ثيرابي اوكي شو اللي انتي دوت ثيرابي بعد ما اعطيناهم طبعا الدي جي اي دي كونتمينيشن اذا في عندك في دراجز لها انتي دوت الباراسيتامول نعطي ان اسيتيل سيستين اوكي طبعا في انديكيشن سيرم ليفل انه يكون في توكسيك ليفل انتيكولينرجيك نستعمل فايزوستيجمين اوكي خاصه اذا كان عندنا سوبرفنتري تاكيكاريا بيتا بلوكر نعطي جلوكاكون ايزبرينول او دوبامين او بنفرين البنزودايبزين نستعمل فلومينازيل اوكي فلومينازيل هذا موجود طبعا كل انا لما احكي كلها موجوده اوكي كربونشات اكيد كربون اكسجين سينايد نعطي اميل نايترايت او صوديوم نايترايت او صوديوم ثيوسلفيت الجيتاليس نستعملها سبيسيفيك اف اي انتي بوديز اوكي
الإيثيلين جلايكول نستعمل إيثانول أوكي والأيرون طبعا دي فيروكسامين اللي هو جيليتينج ايجنت خاص نستعمل هذول يمكن تسمعهم في الثلاسيميا بيستعملون بس هذا أوكي الأيزونازايد نستعمل فيتامين بي 6 اللي هو بريلوكسين والميثانول نستعمله إيثانول هذول أنتيدوت مهم جدا تعرفوهم مثل الهيموجلوبينيميا نستعمل ميثيلين بلو والناركوتكس مثل طبعا سواء شو اسمه الفنتانيل نستعمل له نالوكسون او المورفين اورجانوفوسفيت اللي حكينا قبل شوي عنها نستعمل الاتروبين او براليدوكسامين فا اوكي الفينوثايزين نستعمل دايفينهيدرامين هاي كلها انتيدوت كيف نعمل انهانس اكسكريشن بعد ما اخذ جي اي ديكوريشن انتيدوت وبدك تسرع في احيانا نستعمل فورس دايوريسيس كيف فورس دايوريسيس وي ادمستر 2 تو 3 تايمز مينتينج فلويد يعني اذا بده فلويد 1000 نعطي 2000 او 3000 اوكي مشان نعمل اتاك سيكريشن اوف ذا توكسيك سبستانسز وبعدين في انذر مود اوف انهانس اليمينيشن باي الكالايزيشن في سيرتن سبستانسز اوكي مثل السليسيليت طبعا والباربيتشريت اند مثل تريكسيت على سبيل المثال eliminate weak acids can be achieved by adding sodium bicarbonate to the IV fluid. Serum alkalization مهم جدا في treatment of tricyclic antitoxicity. طبعا alkalization إنك ال pH of the urine more than 7. The last is enhanced elimination بالإضافة نعمل hemodialysis. It is طبعا خاصة في low molecular weight substances. ففي selected poisoning راح نحكي quickly طبعا الباراسيتامول اوكي ام شور اوكي وايد كومن سواء في الادلت او في البيدياتريكس في فور ستيجز لهم كان initial stage the first 24 hours second stage من يوم 24 to 48 hours with third stage more than 72 hours last stage طبعا more than 4 days initially they can have nausea and vomiting mild symptom second stage بتحسنوا ما في عندهم شيء ثيرد ستيج اللي هي هيباتيك ديسفانكشن انكريز ذا انزيمز خاصه اي اس تي اللاست ستيج طبعا ممكن ذي ديث وممكن ذي ديفلوب فالمنت هيباتيك فيلير وهذول مهم طبعا تريتمنت تاعهم نعطي الانتي توكسيستي لايكلي وذ انجستشن اذا كانت مور ذان 150 ملغ بير كي جي وهذا منشن بيفور انه وي شود نو ذا ويت اوف ذا بيشنت اوكي تو افويد الهيباتيك توكسيستي وموست اوف ذا تايم طبعا نسال الاطفال قديش اخذ ونحسب الدوز ونعملها طبعا بالنانوغرام هذا نوموغرام موست اوف تايم ان جنرال اذا كان على 4 ساعات 8 ساعات مور ذان 900 ليفل ات از توكسيك طبعا الانت طبعا تريتمنت تاعته مثل ما عملنا جي اي دي كونتامينيشن اكتيفيتد شاركول وذين 4 اور والانتيدوت اللي هو ان اسيتيل سيستين مهم جدا تذكروها الانتيدوت حكيناها most effective if given within 8 hours of ingestion okay anti-cysteine should be given even with حتى لو جاك المريض وجب after 24 hours لازم نعطي an acetylcysteine should be given if serum level is either in the possible or probable hepatotoxicity حسب المونوغرام اللي حكيناه طبعا نجي على salicylate poisoning في a lot of manifestation, fever, sweating, vomiting, diarrhea, hyperpnea, tinnitus, seizure, coma, coagulopathy. ممكن يجي نعطيه كيف بالمري إديمة. يجي عكيف في renal failure, hepatotoxicity. فtoxicity قلنا لا nowadays it is very rare. لكن كان تحصل. أوكي. فباللاب ممكن تجد طبعا common agent metabolic acidosis, respiratory alkalosis as initial phase, mixed both respiratory and metabolic acidosis, hyperglycemia, hypoglycemia both, لاحظوا انهم hypernatremia, hyponatremia, hypokalemia, okay, hypocalcemia, prolonged BT or ketonuria. هاي كلها manifestation و salicylate poisoning. بالهيستوري طبعا we can get the level, okay, if it is less than 150, usually يعني most of the time is symptomatic لكن serious اذا كانت more than 300 mg per kg severe toxicity the mild toxicity between 150 to 300 mg okay طبعا toxicity GI decontamination مثل ما حكينا correct dehydration by forced diuresis نعمل alkalization of the urine نعمل pH more than 7 وخاصه by adding sodium bicarbonate
يمكن آخر شيء فيل نعمل هيموداليسيس فور سيفير انتوكسيكيشن إذا كانت ما في ريسبونسبل صوديوم بايكربونيت. رينال فيلير برونيك إديما and severe CNS manifestation one of the complication of salicylate poisoning. لكن you have to طبعا معظم حضركم في الاي سي يو you have to طبعا مونيتور الالكترولايتس مثل حكينا حظ ما فيها لطو في الالكترولايت ديستربنسز سواء هابوناتريميا هابوناتريميا هايبوكاليميا اوكي حتى هيمرجيك طبعا تعطي فيتامين كي فور الهيمرجيك مانيفستيشن و ديكريز فيفر وذ اكسترنال كولينج. ايرون توكسيسيتي كثير ممكن بنشوفها اكثر من السلسليت بويزنينج خاصه اذا المريض الطفل اخذ اوفر دوز اوف ذا ايرون ومثل ما حكينا الليفل تاع طبعا الايرون ديفرنت ستيجز ما يمكن اخر ستيج اللي هي شوك انيشال ستيجز ما سيمبتوم دياريا سورت فوميتنج بلاد ثرو ذا جي اي اذا الليفل مور ذان 100 ملغ بوتنشال ليثل طبعا اذا كان مور ذان 60 ملغ مودريت اذا كان اقل من 20 ملغ بير كي جي انسيجنيفيكانت فمهم جدا انك تحسب الدوز كالكوليت ذا دوز حسب الايج اوف بعض احيان الاهل ما بيعرفوا فلذلك شو بنعمل إذا كان السيرم iron level in excess of total iron binding capacity is diagnostic of iron intoxication. إذا طبعا اعتنا ديسفيروكسامين اللي هو chelating agent وبارت التريتمنت إذا شفنا باليورين عنه فين روز color يعني زي الورد الأحمر هذا indicate the presence of free iron in excess of total iron binding capacity. خاصة مرضى الثلاسيميا هذول اللي بياخذوا ديفيروكسامين لما اشوف اسالهم عن اليورين راح يقول لك اليورين احمر اوكي وهذا كمان يعني دايجنوستيك وثيرابيوتيك بنفس الوقت نعطي ديفيروكسامين اوكي الكلينيكال مانيفستيشن اوف ايرون توكسيكيشن جي ستيج 1 ان ذا فيرست 6 اور نوزيا فوميتنج هيمرجيك دياريا ابدومينال طبعا هيماتيميسيس اند هايبوفوليميا وانا حكيت قبل المره يعني بالاضافه للليفل بلاد ممكن تعمل اكس راي راديو اوبيك هذا المرضى تاعت الايرون اوفردوز اذا بالستيج الثانيه ريليتيف انستابيليتي بين 6 تو 12 اورز والثيرد ستيج اللي هي شوك ميتابوليك اسيدوسيس هايبر جلايسيميا بليدنج اوكي وهذول الشاركول ما بينفع معهم اوكي وحتى كونتر انديكيشن تعطي الشاركول فالهيباتيك ستيج جوندس كوغلوباثي اند هايبر جلايسيميا واخر ستيج اللي هي سكارينج يمكن يحصل بعد 4 ل 6 اسابيع المانجمنت اوف ايرون توكسيسيتي سبورتيف اوكي سوديوم اند سوديوم بايكربونات دي كونتامينيشن اوكي جيليتنج ثيرابي اللي هي ديسفيركسامين فطبعا الانديكيشن اذا حكينا اذا كان سيرم ايرون ان اكسس 350 ملغ واذا كان سيرم ايرون اوكي مور ذان توتال ايرون بادي كاباسيتي او كان بوزيتيف فور ديفيركسامين الاورجانوفوسفيت حكينا كيف الأورغانوفوسفيت بيزن اللي هي الخاصة في المزارع أو الطفل إذا كل أي خضار أو كذا مشوش أوكي في بيستيسايد أو بيستيسايد أوكي وبالتالي بيجيك بلاك ريميشن بيجيك ديسبايت ديستريس ميوسيس أوكي لوت أوف سيكريشن سالايفيشن فلاكريميشن يورينيشن ديفيكيشن غاستريك كرامبس أو إيميسيس طبعا اختصروها كلينيكال مانيفستيشن في سلج اللي هي سالايفيشن لاكريميشن يورينيشن ديفيكيشن غاستريك كرامبس ايميسيس المانجمنت تاعها طبعا يعني بشكل عام افرض اللي جالك بوزنيشن انه كان جلد الاوعيه اوكي كونتامينيت يو هاف تو تيك اوف بعدين اذا كان بالسكن يو هاف تو كلين ذا سكن تعطي الانتيدوت اللي هو اتروبين بالاضافه احيانا طبعا ضلنا نعطي الاتروبين تيصير عنده اتروبينايزيشن كيف نعمل اتروبينايزيشن لانه هذاك الاورجان في السيت يعمله ميوسيس ضلنا نعطي تيصير دايلاتيشن اوف ذا بيوبل اتروبينايزيشن وممكن اذا ما في ريسبونس نضيف له برالادوكسامين الانتيكولينرجيك ايجنت انتوكسيكيشن اللي هي انتي هيستامين اوكي او انتي باركنسونيا دراج بيكون على الاوتر كاونتر اوكي اللي قلنا مشان كولد ريميديز او مشان الادويه القحه او انتي سبازموتيك اوكي تراكسايكليك ديبريسانت فينوثايزين هذول كلهم انتي كولينرجيك انتوكسيكيشن الكلينيكس المانيفستيشن تاعهم مثل اللي يسموه هوت از هير بلايند از هذا اوكي يمكن اوكي از سوري أو dry as bone, red as pee, to mad as hatter. Okay, هاي دائما okay manifestation of anticholinergic.
المانجمنت دي جي اي دي كونتامينيشن اوبزرفيشن وايلد كيسز اذا عنده نعطيهم فايزوستيكمين عكي لايف ثريتنينج ايمرجنسي. هيدروكربون انجستشن ويمكن هذا كويت كومن من اور كوميونيتي كثير بيجوا بال كيروسين انجستشن خاصه احنا يمكن من ستدي في اربد نوثركن كثير الاطفال بيجوا خاصه بالصيف اكثر منهم بعض الاحيان بالشتاء لسبب بسيط انه الاهل دي كيب الكاز فيش في علب احيانا لجنان المي اوكي فالطفل يكون بده يشرب بيروح لانه شارب الكيروسين واحيانا بيخلوها بيت الدرج وجدناها انه اكثر شيء بيت الدرج في المطبخ اوكي. طبعا هدول المرضى يعني كثير الاهل بيقول لك يا دكتور اتصل فيك شو اعمل لابني كونترا انديكيشن انك تعمل ايميسيس كونترا انديكيشن يقول له في الاهل احيانا كومن براكتس يقول لك خلينا نعطيه ملح مشان يراجع ذس از بالعكس ذا بيشنت جيت وورس ويصير له اسبيريشن نيومونيا فالكيروسين اوكي او اي سيميلر مثلا للكيروسين اذا كان بنزين او غازولين اتسترا فمهم جدا انك تو افويد او تعطي اي بكاك او كونتراديكشن للفوميتنج اوكي. ف تريتمنت تاعهم طبعا هذول ذي ويل افكت سي ان اس اند ريسبيراتوري ويجي ممكن اي شيء طبعا حسب الاماونت يا ترى لو واحد رجع يقول لك بس هاي فيري ريل ان تجد ان انجستد فيري هيوج اماونت مو اذا ات اف ات از ا هيوج اماونت اوكي وما في لنا حل الا نعمل طبعا بريتك ذا اير واي نعمل له انتوبيشن وممكن اسبريت الاماونت منهم لكن فيري رير نستعملها لكن اهم شيء هذول المرضى ادمت ذم انيشيالي جاست اوبزرف ذم اف ذي انيشيالي ذي ويل ديفلوب كيميكال نيورونايتس ليتر اون اوكي صار عندهم هاي فيفر انفكشن ذي ويل طبعا ذي ويل ديفلوب نيومونيا اور تريت نيومونيا از ون اوف ذا طبعا من كومبليكيشن لهم بيجيك كف ريسبيراتوري ساينوسيس ذيس از فيري رير تحصل لكن ممكن يصير عندهم ويزز اوكي. طبعا مثل ما حكينا سي ان اس جي اي ممكن يصير نوزي فوميتنج دياريا هيماتولوجيكال هيموليسيز اند هيموجلوبينوريا فيري رير نستعمل اكثر شيء بنشوف انه هون سي ان اس ديكريز في الليفل اوف كونشسنس وسكندري طبعا كيميكال نيومونايتس انيشيالي ليتر اون بصير عندهم سبيرتيف نيومونيا سكندري بكتيريا انفكشن وي هاف سين كيس ذي ديفلوب نيوموثراكس وممكن يصير عندهم ريسبيرتوري فيلير ذي اند على الفنتليتر اوكي. ف treatment supportive GID طبعا decontamination emesis and lavage are contraindication. الكوستيك انجستشن شو يعني الكوستيك انجستشن كثير الطفل يروح بيشرب عكيف ال عكيف household caustic agent طبعا يسمى for cleaning the toilet or household عكيف material drain and oven cleaners طبعا laundry and dishwasher detergent disc batteries الكلينيكال ستيشن يجوا طبعا معظمهم اذا oral ulcers or swelling the lips pain dysphagia drooling esophageal burn بعض الاحيان بيجوك الماوث ما في شيء لكن هذول مهم جدا ممكن بعض الاحيان they swallowed quickly material ويحصل عندهم البيرن في الاسوفيجاس وزد اوكي. فاهم جدا الكوستيك مانجمنت nothing to give oral NPO don't give anything GI is contraindication تعمل decontamination GI whatever okay لا تعطيهم بكاك ولا تعطيهم تخليهم vomiting okay okay just okay admit to the hospital اعطيهم IV fluid charcoal does not absorb and may interfere don't give them charcoal they need endoscopy quickly within 12 hours after ingestion وهدول later on they will develop احيانا طبعا stricture في Las Vegas. You have to remember إنه الأطفال طبعاً هذول ليش بيصير معهم إنه الطفل دائماً كل إشي بحطه in his mouth they tend to put his mouth خاصة in the first and second year وبعض الأحيان what is candy أحيان see a lot of things there mimic the candy okay فمهم جداً advise the parents طبعاً إنه to keep the medication in safe place not أكيف إنه out of reaching of the children okay and make sure that the caps and tabs of the key closed well medication كثير احيانا طبعا nowadays most of the medication it is very difficult for children you know to open
ما بيخ بالنسبة للهيدروكربون مثل الكاز والهذا till the family not to keep it in the floor, keep it away of the children and بحطوهاش بشغلات attractive for children خاصة إذا كان عطشان بالنسبة للكورسين. Okay, don't keep household cleaner in low cupboards to reach the children. I'm sure طبعا the topic is wide, لكن يمكن I hope إنه you got the principle of treatment for the most common toxidomes poisoning in children. If any question, I'm ready to answer. Our lecture today راح تكون على يعني early signs and symptoms of circulatory and respiratory failure. Okay. In simple terms, يعني early signs and symptoms of shock and respiratory failure. الايديا من المحاضره انه if you or our aim of this lecture if you can catch a child or infant in early stages you can reduce the mortality reduce the morbidity and good outcome and you can start a plan for this as we know in adult mental for example the most common cause of cardiac arrest usually ischemic heart disease. Okay, and most of the time due to ventricular fibrillation or bursts ventricular tachycardia. ما في عنده hypoxia ولا عنده acidosis. But the outcome دائما depends على early defibrillation. Okay. بينما في الأطفال you have to remember one thing. إنه very very rare to have sudden cardiac arrest in children. Most of the cases, when there's sudden arrest cardiac, usually preceded. قبل يصير عنده usually عادة respiratory failure, يعني acidosis and hypoxia. But most usually cause of cardiac arrest in children, usually cardiac arrest, okay, secondary for something. فدائما لما نعمل blood gas للأطفال اللي عندهم, for example, cardiac arrest, راح تيجي عندهم respiratory and metabolic acidosis plus hypoxia. And at the end, if usually, if طبعاً نعمل ECG, usually there is arrhythmia, usually bradycardia, progress to asystole. فهذا مهم جداً إذا أنت ندوك ولا تعال طفل في المستقبل arrested, you have to remember إنه it takes time. In simple, سواء respiratory or cardiac, في عنا compensated phase وعنا decompensated phase. فإف we catch the patient في compensated phase, the outcome very excellent and good. بينما في decompensated, circulatory failure or decompensated, عادة the outcome poor, okay, حتى لو بعد cardiac arrest, the mortality and morbidity is high. Okay. For success for resuscitation, children depends upon early recognition of respiratory and circulatory failure and measures to prevent progressive cardiac arrest. If you have two pictures, واحدة على الرايت واحدة على الليفت لاحظوا بس الطفل اللي على اللي هو هذا الانفنس عارفين احنا بالاطفال طبعا في عندنا نيو بورن وفي عندنا تيرمز نستعمل نيو بورن اللي اول 28 دايز وفي عندنا الانفنس اللي هو فيرست يير اوف لايف فهذا الطفل عاده على الرايت سايد اف محمول له فنتلي على عنده تيكل انتوبيشن ولاحظوا على السكن طبعا تعرف في عنده سكن راش وهذا سكن راش مهم جدا انه هذا اسمه بيربريك راش وانا مشهور انه البيربريك راش تعرفوا شو معنى البيربريك راش البيربريك راش هو اللي will not blanch عكف او disappear when you compress it ف will not هذا مهم جدا تتذكروها بيربريك راش will not disappear when I compress it okay what does it mean هذا المريض سواء طبعا اللي جاك على الطوارئ احنا كما نعرف في الاطفال the most common cause of shock في children ايش هي hypovolemic shock نتيجه على سبيل المثال gastroenteritis لكن قليل ما بنشوف بعض الاحيان نشوفه في الطوارئ لكن the most important another cause of shock اللي هو septic shock مثل المريض اللي جاينا على الرايت سايد هذا عنده بيربر كراش اوكي طبعا اكيد جاي فيبر لاي emergency in general suppose انك الان انت في الامرجنسي وجاك هذا الطفل دائما اي طوارئ اي اجاك اي ايمرجنسي دائما المانجمنت دائما ابداها
مهما كان سؤال A, B, C. شو الـ A, B, C؟ الـ airway. أتأكد إنه الـ airway ما في في مم... There's nothing in the mouth. I have to remove any material. ممكن يكون food or foreign body, etc. Breathing, الـ B for breathing. أتأكد المريض في عنده spontaneous breathing أو ما فيش breathing. Okay, لأنه ما فيش breathing, I have to take an action. Give him oxygen أو معلو intubation. والcirculation اللي هي المقصود في circulation الـ pulse والـ blood pressure recovery refill. فافرض هذا المريض اللي على الرايت سايد اجاني على التبرع، اوكي اضطريت، وهذا يعني اي بي سي، لكن ما في عنده بريثنج، بلاد بريشر ريكوردبل، اوكي فهذا عباره عن سيبتيك شوك. طب هاو كنت مانج ذا سيبتيك شوك للطفل هذا؟ اهم شيء ذا موست امبورتنت ثينج انه اي شود، طبعا مثل ما حكينا اي بي سي، تذكر هاف تو سيركوليشن، طبعا بدي احط له كانيولا قبل ما اخذ، ما اقدرش اخذ، طبعا ما اقدرش اعمل ريستيشن، طبعا بعطيه اكسجين، اوكي ات ذا سيم تايم بدي احط له كانيولا مشان اوكي تو تريت ذا تو كريز ذا بلاد بريشر. الاطفال يو هاف تو ريمبر وين ذي هير از هايبوفوليميك وات ايفر، وين ذير از شوك وات ايفر سيبتيك هايبوفوليميك، فيري ديفيكالت تو انسيات كانيولا، الا اذا كان طبعا الكومبنسيتد فيس ميبي، بس in case of decompensated, most of the case very difficult. ولذلك إحنا مشان time to not to طبعا time very important to maintain blood pressure. الحالة هاي I can do insert intraosseous. Intraosseous معناها في البون. طبعا the most common نستعمل في الـ على الـ intraosseous على الـ tibial tuberosity, على medial side of the tibia. يعني سكرو لايك زي السكرو برغي ونعملها طو immediately within second. وهاي you can give all the medication. طيب اوكي انا بالطوارئ blood pressure very low، مهم جدا بدي ارفع blood pressure، I have to raise the blood pressure to maintain blood، طبعا blood supply to the vital organs. What are the vital organs؟ مهم جدا the brain والheart اوكي والkidney very important، لكن اهم شيء the most to avoid ischemia to brain. بدي أذكركم شيء، في إيش you have to remember it، في إيش نسميه cerebral perfusion pressure. cerebral perfusion pressure هو عبارة عن المين arterial blood pressure minus the intracranial pressure. وهذا المين arterial طبعا cerebral perfusion pressure at least لازم يكون عندنا minimum 50 millimeter of mercury to avoid ischemia to the brain. Okay. حطيت أنا intraosseous لهذا المريض على السكابيا وأنا I have to give something to raise the blood pressure. كان عنده blood pressure سابوزها طبعا very low، على سبيل المثال طبعا first year systolic should be أقل، لازم يعني يكون أقل more than 90. ف how to I'm sure أنتوا طبعا أخذتوا في الميديسن وفي السيرجري treatment shock، نعطوا يا كلويد يا كريستالويد. الافيلبل في الامرجنسي كويكلي اللي هو كريستالويد. شو الكريستالويد؟ اللي هي نورمال سالاين 0.9 نورمال سالاين او رينجر لاكتيت، هذول دائما افيلبل فيري كويك في الاطفال. طبعا الكولويد اللي مثل فريش فروزن بلازما وبلاد والبومين نيدز تايم تو بريبير، يموت المريض واحنا نستنى عليه، لا ذا موست ايزيست ثينج وافيلبل دائما في الامرجنسي انه اعطي نورمال سالاين. ونائما نعطي 20 مل بير كي جي، مثلا هذا الطفل اذا وزنه 8 كيلو 20 باي 8 160 مل كويكلي، ممكن اعطيهم رابيد وذ فيو سكندز اذا كان انريكوردبل بلاد بريشر. طيب قلت له اعطي، اقول للسيستر اعطيه نورمال سلاين، قديش وزنه 10 كيلو او 10 كيلو باي 10 في 20 200 مل، اي جيف ات وانس، ما في ارد اقيس بلاد بريشر طبعا، ما في ريسبونس اي هاف تو جيف انذر بولس another 200 اذا كان وزنه مريض 10 كيلو another 200 ما في ريسبونس I have to give another third time. You can give thrice or sometimes four time ما في مشكله as far as. فانا اذا ما فيش ريسبونس اعطيت نورمال سلاين لكن البلد بريشر ستيل لو I have to go give drugs to raise the systemic vascular resistance. بدي ازيد to maintain blood pressure and to maintain cerebral perfusion pressure. في الحالة هاي I go to give طبعا الدرجز اللي هم vasopressor drug دوبامين أدرينالين، أوكي
or noradrenaline. These are the common drugs we استعمل هم to raise the blood pressure. نعطيهم من خلال طبعا ما as again مش مهم الدوز تعرفوها later بس you have to remember إنه هدول اللي استعملناهم طبعا at the same time you have to remember إنك أنت مش بس تعمل blood pressure إذا ما عنده ventilation ما بتنفس I have to give oxygen at the same time to intubate the child. Give him 100% oxygen. What eye treatment type septic shock حتى any shock okay حتى لو كان hypovolemic shock كان low blood pressure I have to give sodium normal saline. ليش normal saline؟ لأنه أنت normal saline يعني بعطيش 5% glucose ولا بعطيها في normal saline لأنه I need something to maintain intravascularly. وإحنا نعرف يعني طبعا the osmolality of the blood normal around 285 to 300 تعتمد mainly على الصوديوم لأنه هو صوديوم طبعا normally 135 to 140 or 45 okay when the osmolality of blood I'm sure you should know it طبعا صوديوم multiply by 2 زائد البوتاسيوم زائد البيون زائد الجلوكوز كله بالميليمول فالبوتاسيوم هو the more الصوديوم هو the most common element في osmolality of the blood. Okay, if you يعني if you don't understand anything, you can ask me. I can repeat it. Okay. Okay. Respiratory bad energy. Hello, respiratory failure. I'm sure. Okay. خدوها في الباطنة فينا two type of respiratory failure. Respiratory failure about the loss of ability of the respiratory system to maintain adequate blood gases. اللي هما maintain CO2 and oxygen. O2. فإن في two types اللي هما طبعا respiratory failure oxygenated طبعا related للأكسجين when I again I have to remember إنه لما نقول respiratory failure type 1 ال PO partial pressure PO2 should be less than 60 millimeter of mercury to call إنه respiratory failure okay أما okay بالنسبة لل CO2 should be okay more than 50 millimeter of mercury to say that's the second type of respiratory failure. يعني كثير دائما راح بالاطفال يقولوا هذا المريض respiratory distress. Respiratory distress is not a diagnosis. It is a clinical state of increase of working. And increase of heart rate, increase طبعا يكون retraction, subcostal, intercostal retraction. هاي نسميها respiratory distress. But respiratory failure again, can exist without a respiratory distress. على سبيل المثال المريض يكون أبنيك يمكن أبنية أحيانا نتيجة ديزيز أحيانا نتيجة درج ما بتنفس فكان develop respiratory failure. الأيديال عكيف إنه if you have a disease in the lung عكيف the perfusion وعكيف the ventilation should be equal in both sides. So if there is عكيف poor perfusion and good ventilation, again, this is a reason for mismatch and treat the respiratory failure. And the opposite is true. Well, ideal, you know, both should be perfect to avoid respiratory failure. Again, respiratory failure type 2, respiratory failure can occur without respiratory, which is either too slow or too fast. As I mentioned again, ممكن يمر أبنيك okay على سبيل المثال مثلا برونكولايتس okay they can present with apnea in the first month of life can lead to respiratory failure أو كان أحيانا نيمونيا سيفير نيمونيا كان أو برونكولايتس can present with rapid respiratory rate more than 60 and cause respiratory failure. فالassessment of respiratory okay state للمريض في عنا four elements respiratory rate. أنا بحكي لك بالنسبة respiratory rate يا ترى كيف لك أنت بالنسبة طالب طيب أنا أقدر أحفظ respiratory rate لكل طفل very difficult لكن نعطيك عكيف guide مثلا the maximum respiratory rate in children هو 60 وهذا بنشوفه في neonate after that طبعا anything طبعا for 60 definite المريض تكبني okay ومهم جدا تتذكر respiratory rate تكبني an important element respiratory distress could be the early sign of respiratory failure. After the age of 1 year, anything more than 50 definitely is tachypnea. Okay, but you have to remember this.
anything more than 50 after the age of 1 year, this is تكبنيك المريض, okay, indicators for the distress. طبعا يمكن لما نوصل على عمر 10 12 سنه تقريبا يصير مثل الادلت 12 to 14 per minute. How to assess the tidal volume? انا وانت tidal volume بالنسبه لنا 500 مل each inspiration. لكن بالاطفال طبعا tidal volume كل شيء بالاطفال نسمع بير كي جي بير كي جي. For example tidal volume بالاطفال 5 to 12 مل بير كي جي. لكن انا بالنسبه لي how to assess the tidal volume, I have to look to the movement of the chest. Sometimes there is no movement of the chest at all. For example, silent chest with severe respiratory failure or asthma, as a mid-method. Or if I have pathology in one side of the chest, for example, if half a pneumothorax in one side, okay, there's decreased movement, we have 13 in no more tidal volume. Or maybe either in the pleural effusion, okay, in one side or both sides, there is decreased movement of the chest. I want to differentiate between pleural effusion and respiratory failure. I'm sure you have to go for examination. For example, pleural effusion, condolence with percussion, or decrease air entry, وبينما pneumothorax, there's ما في ندلنس, hyperresonance, and بس لكن بالبركشن, sorry, percussion, hyperresonance, لكن بالسماعة, decrease air entry, like pleural effusion. The work of breathing, اللي هو respiratory distress, you have to look endocostal, subcostal interaction, increase the use of accessory muscle. Oxygenation, how to assess the oxygenation? أنا حطيت لكم الأكسجين saturation كيف اللي هو oxygen hemoglobin saturation كيف على الX اللي هي partial pressure BO2 وعلى الY saturation. أنت دائما تخلط بين saturation وبين partial pressure BO2. أنا قبل شوي حكيت إنه respiratory failure type 1 لما يكون partial pressure PO2 less than 60. لاحظ هون 60 correlate لل 90 تقريبا saturation. وهذا السبب, لذلك دائما لما عندي بدي أسس الأكسجين المريض في الطوارئ بحط له pulse oximeter. إذا less than 90 مريض بلش عنده respiratory failure أو hypoxia. Okay. بينما إذا كان above 90 and okay, I'm sure المريض بعده لأنه 90 correlate إنه يكون partial pressure BO2 60. لاحظ على الكيرف هذا واضح, هذا مهم جدا تتذكروها. مهم جدا تتذكروها لما تروح على الخداج, إنه على سبيل المثال إنه الخداج مثلا الأطفال الأكسجين it is a drug, it is the most common drug used in the hospital, وطبعا if you use it for long time it has a toxicity, but you have to keep it in mind إنه you have to إنه الأكسجين can cause damage to the lung if it is in high concentration and used for long time. طيب اوكي respiratory rate, حكينا respiratory rate يعني هاي rough guide حكيناها ما في داعي to repeat it. Like it is more important, مهم جدا انه to monitor the trend in respiratory rate than to rely on the absolute value. بعض الاطفال احيانا يدخلوا وشوي تكبني اوكي, لكن تلاحظوا يا ترى انكريز شوي شوي, يمكن لما دخل كان عندي respiratory 42, بعد شوي بعد ساعتين ثلاثة respiratory 50, yes, ما هي getting worse, you have to monitor this. Tidal volume ما في داعي حكيناك how to assess. في other noises, it is abnormal noise, for example stridor. Stridor هذا تسمعه في دانك, okay, it is in general a harsh respiratory sound. This ما في لا سماعتك ولا شيء تسمع استرايدر, انت تقول والله هذا عنده استرايدر. كلينيكالي استرايدر دائما انديكيت ابر اير واي اوبستراكشن, اند ذا موست كومن طبعا كوز استرايدر يجوا عاده انفكشوس مثل حالات الكروب اللي هي تريكولارنجو برونكايتس نتيجه البارا انفلونزا فيروس, هذا كومن طبعا ممكن يكون ايبيجلوتايتس يعطينا كمان استرايدر, ريتروفانجيال ابسس, بكتيريا ترايكايتس. لكن اكثر شيء بنشوفه انتم براكتيكال اللي هو كروب اوكي اللي هو نتيجه بارا انفلونزا. طبعا استرايدر عاده طبعا كومنلي انسبيراتوري, بس ات كان بي اكسبيراتوري اند كان بي باي فيزيك, ات ديبندز على الليفل اوف ستراكشن. فور اكزامبل لما يكون عندك اكسبيراتوري استرايدر يكون الابستراكشن انترا ثوراسيك, يو هاف تو ريمبر ذس. الويز ام شور طبعا يو نو ذا ويز اوكي, طبعا سم تايم ودبل ويز اند سم تايم باي ستيثوسكوب. Grunting, أكثر شيء grunting اللي هي expiratory noise, attempt to raise the end expiratory lung volume, ونشوفها في حالات
الهيلان ميمبريز ديزيز نتيجة السيرفكتن ديفيشنسي في الخدعات. اوكي ساين بريم هذا مثلا سب كوستال انتر كوستال ريتراكشن جست تاكيبنيا اوكي ريسيشن ريتراكشن هيد بوبينج احيانا يظل يحرك راسه اوكي انكشس يكون ليفل اوف كونشسنس بلرد اوف طبعا نوستريل اوكي بالنوز لاحظ افتر اكيد دائما اكيد مهم جدا بلرد اوف نوسترلز اوكي بلرينج اوف ايلاي نيزاي كمان الساين سبارت ريسترس يعني تاكيبنيا اوكي سب كوست انتر كوست ريتراكشن هيد بوبينج ليفل كونشسنس والاير اوف تايم فليرنج في ال اس اي كلها ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس سايد اورويز اوكي الان اوكي راح ندخل في موضوع طبعا كومبنسيتد اور دي كومبنسيتد سواء سيركيوليتوري اور ريسبيراتوري فيلير اوكي ف في حالة signs of decompensation okay after there's increased respiratory rate as حكينا ممكن respiratory أو drop حتى more than 55 or more than 10 حسب ال age sudden fall respiratory rate أو reduced interaction أو exhaustion أو decreased level of consciousness كلها signs of decompensation هذا حكينا عنه المريض okay what is wrong with this patient كنا septic shock حكينا قبل شوي okay يمكن بس نذكركم انه الشوك قلنا في عندنا هايبوفوليم شوك ذا موست كومن تشيلدرن وعندنا سيبتيك شوك لكن في اذر تايب شوك اللي هي كارديوجينيك شوك وفي عندنا نيوروجينيك شوك وبالتالي طبعا احنا عندنا الكارديك اوتبوت عباره عن ستروك فوليوم ملتبلاي باي هارت ريت الاطفال دائما نحكي عنهم انه لما نقول عن الكارديك اوتبوت اللي هو ستروك فوليوم ملتبلاي باي هارت ريت ستروك فوليوم في الاطفال از فيري سمول فلذلك نقول دائما الكارديك اوتبوت هارت ريت ديبندنت يعتمد على الهارت ريت بمعنى يو شود افويد برادكاريا ان تشيلدرن تو مينتين كارديك اوتبوت اوكي الكارديوجينيك كان هابن في الاطفال ات از فيري رير بس راح نحكي عنها اذا ضل معنا وقت اوكي بالنسبه للسيركيوليتوري فيلر حكينا عنها كيف تو اسيست الهارت ريت طيب يا ترى الهارت ريت كيف كمان مثل ما حكينا بالسبايتر ريت انه ماكسيمم 60 طب الهارت ريت بالاطفال كيف بدي احفظنا كل ايج اكيد فارس ان هذول الهارت ريت بلاد بريشر سيستميك فاسكولار ريزيستنت والبري لود بالنسبه للاطفال لما يجينا سيركيوليتوري اسيسمنت اخذ الهارت ريت عاده الهارت ماكسيمم هارت ريت في ديورينج انيونيت اللي هو بين 120 ل 160 هذا ذس ماكسيمم هارت ريت والاطفال دائما عاده جراديوال دروب في الهارت ريت فصعب تتذكر قديش هارت ريت لكن مهم جدا انه باي تايم يمكن على عمر 12 15 تيصير الهارت ريت اراوند 80 او 75 فلكن الماكسيمم 160 طبعا اكيد في ريسبيرتوري فيلر والسيركيوليتوري فيلر the first sign of shock هو تاكيكارديا الهارت ريت بيزيد خاصه انه الشوك في الاطفال في الجلد ان جنرال في عندنا warm phase وعندنا cold phase في warm phase دائما اوكي it is tachycardia قبل ما يصير drop blood pressure you have to remember انه طبعا hypovolemia blood pressure if you catch the patient it is a late sign of shock مع metabolic acidosis okay the blood pressure very مهم جدا انه يا ترى again نبدأ blood pressure you cannot remember blood pressure for each child there is okay charts you have to go what is the 50th centile for each child but it is high blood pressure well low blood pressure it's very narrow فمهم جدا تعرف what is the normal blood pressure again systemic vascular resistant حكينا انها you have to be the important element and the heart septic shock there is increased systemic vascular resistance فاعطينا the drugs الهارت بيت فارز وذ ايج لاحظوا انه فيفر انكزيتي يعني ممكن حتى لما تقرب على الطفل تكزامين انكريز هاي رف جايد اذا بدك مثلا والله مثلا على كيف الريسبيرتريز اللي اكثر من شهر مثلا اضرب الريسبيرتوري ريت بالايج تقريبا بعطينا مثلا الهارت ريت مثلا خمس سنوات خمسه في 20 يطلع 100 مثلا 12 years اضربها في خمسه تقريبا 9 اند سو اون 18 years اضرب كين طبعا
الريسبيراتوري طبعا 14 بضرب في 5 تقريبا بيعطينا 10. The same thing, this is a guide, rough guide بالنسبة للبلد بريشر في الأطفال من مثلا بعد السنة. طبعا قبل السنة مينيمم طبعا سيستول لوور ليميت السيستوليك بلد بريشر لازم 70، بعد السنة الايد 90 بلس الايد مالتبلاي باي 2. مثلا بعد السنة واحد عمره 10 سنوات مثلا 10 في 2 20 زائد 90 120 and so on. This guide مثل again ما بتقدر تحفظ كله. طيب assessment طبعا يا ترى انا لما اسوى عندي طبعا septic shock كيف how to assess انه في response. اهم شيء قلنا response بالبلد بشر بيرتفع كيف فبلد يروح طبعا للفيتال اوركان البرين وبالتالي الهارت والكيدني وبروف حتى طبعا شيء الكابيلري ريفيل عاده نورمال شود بي ليس ذان 2 سكند. اذا مور ذان 2 سكند ات از بور بيرف. فاذا تحسن الكابيلري ريفيل اذا الهارت بلد بشر باك تو نورمال البرفيوجن سكن حتى طبعا اليورين اوتبوت اوكي نورمال يورين اوتبوت اذا كان اقل من 1 مل بير كي جي بير اور it is oliguria. إذا كان more than 5 mL per kg polyuria. كمان improvement إذا كان المريض start to pass or the pass urine, this is a good sign improvement after circulatory failure. بالنسبة للبرين of the heart حكينا you should maintain the cerebral perfusion pressure اللي هو mean airway pressure minus intracranial pressure should be more than 50. Okay. هاي يعني roughly have to gently squeeze finger to static idea على الكابيلري ريفل. Okay, should be more than 2 seconds. طيب اوكي النابي حكينا اليورين اوكي بالنسبه للاسسمنت سيركيت فيلير مثل ما حكينا اذا عندك اوكي اذا عندي كوز كارديك على سبيل المثال كارديوجينيك شوك احنا بالاطفال انسى الفيرست ايتم جوجل فينس بولس فيري فيري ريل لانه النك فيري شورت ما بنطلع عليها. بالنسبه للساينز اوف فيلير بالاطفال اللي هي هيباتوميجالي كراكلز وطبعاً اللي هي موست طبعاً صار لانج وتشيسك سي فيها طبعاً يكون بلوثريك مع كارديوميغالي. أنا هلا بدي ألخص يعني أنا الفلو سلايدات الجايين عاكي بس the sake of time مع إيكي مدرش وقت بس بدي ألخص لكم إياه ويها بتنتبه إنه مثل compensated أو decompensated. بالنسبة للcompensated phase most of the cases طبعاً سواء circulatory or respiratory what we need عاكي إنه you have to examine the child. معظم cases طبعا يكون عندهم حرارة تكبنية رابط respiratory rate okay. وبالتالي blood pressure normal ولا عندهم very recommendable acidosis. Most of the cases in this case إنه admit the child نعمله monitoring واخذ له طبعا investigation CBC blood gases chest x-ray وستار أخذ له cultures وستار antibiotic. معظم ما بيحتاجوا لا نحط لهم لا بلس ولا نعطيه ولا نحطهم على الميكانيكال فنتيليشن و they don't need 100% oxygen. واضح هاي الكومبنسيتد فيس سواء سيركيولاتوري او ريسبيراتوري. بالنسبه للدي كومبنسيتد فيس سواء سيركيولاتوري او ريسبيراتوري فيس معظمهم هذول they need ميكانيكال فنتيليشن تحط لهم طبعا انيشيري 100% oxygen تاخذ انفستيجيشن سواء كومبليت بلاد كاونت الكترولايت كيدني فانكشن تيست تشيست اكس راي اوكي و 100% oxygen, mechanical ventilation. إذا كان عنده hypotension, you have to give crystalloid. Later ممكن تحتاج colloid. والoutcome بشكل عام poor. Okay, أنا عملت الكويها ملخص. Okay. فto avoid. أنا راح نعطي example. Okay. بالنسبة لل اللي حكى على compensated or decompensated. اختصرت الexample الأول. إنه عندك 9 months old with a breathing difficulty on admission respiratory rate 45 heart rate 160 temperature 37.8 conscious and fully oriented. إيش هذا المريض؟ هذا المريض لاحظ إنه عاكيد conscious blood pressure تاعه طبعا كويس أوكي خلنا نكمل blood pressure airway clear أوكي generalized wheeze both lung increased work of breathing tachypnea of blood pressure normal هذا compensated respiratory failure. كل اللي يحتاجه إنك المانجمنت تاعته تعمل له تعطيه اكسجين اوكي مونيتور البلس والبول تحط له اي بي اكسس وتريت اندرلاينج اكتجوري اسس اجين ما في ده. الاكزامبل 2 عندك 11 مانث اولد وذ تو هيستوري اوف كوليك اون ادمشن عند ريسبيرتوري ريت فيري 40 بير مينيت اوكي عنده الهارت ريت فيري هاي 185 لاحظ انه البلس 37.2 ودراوزي اوكي اير واي كلير اوكي جود اير انتري بايلاترالي تكبني
رئة كيف quiet respiration. لكن لاحظوا blood pressure تاعته 65 systolic والdiastolic unrecordable. Cool bottle peripherally 5 seconds. هذا decompensated circulatory failure. انت تبدأ فيه decompensated ABC الايرواي وتحط له على الفنتيليتر ونهدف بيسد اكسجين طبعا و اوكي هلا بس نرجع اوكي وتحت طبعا ميكانيكال فنتيليشن اوكي دي كومبريسور مانجمنت بتاعته ايرواي كنترول هاي فلو اكسجين 100% ميكانيكال فنتيليشن مونيتورينج اوكي ايرجنت اي في اكسس وتاخذ له الانفستيجيشن وتعطيه فلويد مرتين تم البركيجي مره مرتين ثلاثه حتى ترفع البلد بريشر تاعه ممكن طبعا تريد اندرلاينج باثولوجي حتى يتحسن ويصير الاوت كم فريق اكسلنت. الجست اكس راي مهم نعملها بدي بس طلعوا في الستك شوك لاحظوا الاكس راي دائما وصلت كلير اوليجيميك بينما بيعطيكم اكس راي ثانيه لاحظ هذا المريض اذا كان كارديوجينيك شوك هذا المريض اللي على طبعا الاكس راي الثانيه اللي على اليمين هذا المريض عنده كارديوجينيك شوك نتيجة most of the case cardiogenic نتيجة viral myocarditis Coxsackie virus هذول الحالات بعكس طبعا هذلك لما يعطيهم fluid إذا أعطيتهم fluid you will kill the patient بينما هون لازم تعمل restriction للفلويد okay. وبالتالي تعطي diuretics تريد كأنك heart failure تعطي diuretics digoxin و have maintenance oxygen طبعا و keep him rest و 100% oxygen don't give fluid مثل ما أعطينا في septic shock طبعا تعملوا انفستيجيشن اوكي اني كويشن اوكي بالنسبه للشوك اوكي بيشنت سواء سيركيتوري هابوفيليميك او كارديوجينيك شوك اني كويشن والله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه دكتور شكرا.